ابو الشهر واحد المقيل ديال الحوش اجي لا ولا قوه سعيد واحد المقيل اجي تبارك الله تبارك الله داك الشيء شكون جا عندنا التحق بينا السردوان السردوان الله يحفظك خاي زير الله يكبر بك كبير هذا جا من ورزازات باش يلتحق بيا ان شاء الله غادي يمشيو للملتقى مجموعين ودابا يلا غنديرو دابا يا الكاسكراط امال السيد راه خلى لي الارض هنايا غيلقى ولا مخيم هو البريري ديال اشايا هو خطيب مشيت دابا يا مشيت عمرت البوطه دابا في الحانوت تقدينا المسائل ديال الكسكروط صافي العود راه كاين ان شاء الله في العشيه في محيله هاد الشمس هادي وغادي نديرو العود هنايا نشعل واحد العويه فيها ونديرو شي كريزه ان شاء الله ناضيه ولي اجو طابا بيا شتو الله يسهل العافيه فين وصلت احنا قاعدين العويفيه ديالنا هنا ها البلاصه فين مريحين السردوان اش كتقول اخويا في هذا الشيء هذا النهار كبير انا معاك اخي زير اش كتقول اخويا في هذا الشيء الجو اش كاين واحد الغروب ليه يا سلام واعر مع الرمله بحال راك مريح في البحر بلا بحر واه يا سلام انا الكريسي ديالنا تريحنا السخونيه يا البليزه فكنا مريحين درنا كسكروط عندنا لا مثل الحوش كامل لا حتى اش بالك عارك عرفتي دابا مع البرد جاي في الاتجاه هذا العافيه كتمشي ليه قاعدين دابا العشيوه ديالنا الوجبه هذه درنا الرفيسه بلي باط قليل اللي يعرف هاد الوجبة هادي صافي العويفية راه درناها ليه صافي معنا السي رضوان ورينا خويا وجهك السي رضوان داك خويا زين نهار كبير هذا هي الكليسة ديالنا دابا يا راه مكاين دابا القصوص غنقصيهم ان شاء الله وغنعسو ايوا هادشي اللي كاين ان شاء الله راه دوزنا هنايا النهار مزيان غدا غادي نخرجوا من هاد البلاصه هادي نشوفوا حتى الغدا دابا حتى نشوفوا البلان ديالنا فين غنقدروا نمشيو عندك رضوان شي بلاصه نريحو هنايا شي بلاصه نريحو هنايا مزرعه ديال الديد والله اش بالك نبقاو هنايا ولا نبقاو هنا ياه واه ندوزو نهار نتقداو من الحانوت هنا صافي ندوزو كاع الملتقى هنا صافي من بغا رضوان نبقاو هنا نبقاو حيت عرفتي علاش دابا عندنا الملتقى بعد غدا وغدا الى خرجنا من هنايا مشينا مثلا ضربنا دوره في تيرودانت يعني تقدر خاصك تخرج عاوتاني من تيرودانت الخرجه ديالها باش تلقى بلاصه اخرى تقدر تلقى شي بلاصه ما غتكونش مزيانه يقدر يوقع لك شي بلان يعني هذا الريسك يقدر توقع تحط في شي بلاصه يعني يكون فيها الشماكريه ولا شي حاجه فهمتي ما عرفتش تخرج يمكن كاع تطلع للملتقى ولا وانت راك لقيتي بلاصه زعما مزيانه مامنه كلشي حداك يعني كلشي والله الا عرفتي دابا العافيه العود العود حداك حتى الفيلاج مشيت ليه اليوم لقيت الناس تمايا العيالات كيديروا هكا الماكله كيديروا مسمان الحلاوه وداك الشيء خدينا تقدينا من عندهم كسكروط بثمن مناسب تمام مناسب ولا الا بلان دابا ندوزو غدا عاوتاني غير غادي حتى بلاصه كلشي ديال الله وهاد البلاصه هادي معاه هنا كاين الرمله لا شي سبحان الله العظيم بحال راك مخيم في البحر العود ديالنا كاين هنايا والعود يلا العافيه راه يلا بدات كتطفى عندنا السخونيه الخيام ديالنا هنا كلشي كاين كلشي في امان الله صباح الخير كنتمنى كلشي يكون بخير وقت تفرج في الفيديو هادي البلاصة اللي عشنا فيها البارح دازت ليلة واعرة البارح شعلنا العافية تعشينا مزيان ودابا يلا كنعمرو في البراد غنفطرو ان شاء الله وغنشدو الطريق ان شاء الله ندخلو لتيرودانت نضربو فيها واحد الطويرة ونتلاقاو مع الأصدقاء تكتشفوهم معانا
صراحة يكون نهار ماضي ما فيه لوناسة. أنا دابا خمشي 15 يوم مكاين لا وناسة لا والو. غادي شاد طريق الراس دابا كاينة لوناسة ويدوز نهار إن شاء الله ما شاء الله. أنا وجد دابا وجبة الفطار فين؟ في البرية. أوكي وجبة الفطور مع السردوان فين؟ داك ليا فين في البرية؟ برية سير 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 مرحبا سير داك ليا دابا الجيران ديال هذا هنايا الفيرمات اللي هنايا يلا عرفونا اليوم باللي حنا راه مخيمين هنا فهمتي ما كانوش عارفين راه جالسين هنا كيسحبونا مع الخدامه كشي كيبنيو هنا الديوار حنايا هنايا راه مخبين البيض ديالنا وجد الله 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 هادشي بعد الجلسه هادي جلسه ملكيه كاين المعنى كاين المعنى حاليا دخلنا دابا لمدينة تيرودانت اللي معروفة بالأسوار ديالها ضمن أسوار لمدينة تيرودانت يلا خرجنا منها دابا دخلنا تغدينا وغنمشيو دابا للخرجة ديال المدينة أطلق مع أحد الأصدقاء آخرين نبارطاجي معكم هاد الصور معروفة به الصور عريق وقديم ايوا دابا القطعة صباح الخير كنتمنى كلشي يكون بخير وكتفرج في هذا الفيديو هذا قطعت الرحلة حاليا دابا على حساب واحد الملتقى كاين دابا في مدينة تيرودانت اللي هو اكبر ملتقى للدراجة السياحية بالمغرب في النسخة الثانية ليه ودابا غنبارطاجي معكم الحضور الكريم اللي تقريبا اكثر من 100 دراجة اللي حاضرة من جميع النقط المغربية دابا غادي نوريكم الخيام ديال الناس المشاركين نشوفوا العدد ديال الحضور اللي حاضر هذه المرة راه شي حاجة اللي بزاف غير كيكذبوا لي نزل وجدة نزل وجدة اللي عمرها دار الله يحفظكم الشابة واسعة شكرا الله يحفظكم تقول في الملتقى واه داك الشيء غزال والنسخة هذا نسخة هائلة هائلة مع الناس تقريبا راه أكثر من 100 دراجة تبارك الله واه عرفتي راه فياز ديال فياز فياز الله يحفظك وبالنسبة للحضور درنا هنايا واحد الكامب هنايا جميل تبارك الله بمختلف الدراجات الهوائية من جميع الأصناف من الصنف ديال غرافل الفيتيتي الفيتيسي جميع الأحجام بالنسبة للبلاصة فين ريحت هي هذه البلاصة دابا هي الطريق مع الأصدقاء هاهي هنايا وشة والناس ديال التمارة ما كملتش لكم قبيله ديك اللقطه كانت فات لي الكاميرا باش نرجعوا ان شاء الله مازال مكامبين تمايا ودابا بدينا في الانشطه ديال هاد الملتقى غنبارطاجي معكم الكوكبه اللي كتكون اكثر من 100 دراجه من جميع المدن تقريبا المغربيه والكوكبه راه كبيره اللهم بارك مازال الناس ورانا والحمد لله الله يحفظك والحمد لله الناس الاكثريه ناس كبار اللي كيعشقوا هذه الهوايه هذه وحنا راه حنا هما الصغار يعني كتشوف الناس كبار كيعيشوا معك في هذه الهوايه هذه يعني كيعجبك الحال دابا غادي لواحد البلاصه راهم الجبال كيبانوا قدامنا غادي نمشيو نشوفوا الانشطه ديال اليوم واليوم راه الجمعه
خاصنا نرجعوا باش نصليو صلاه الجمعه وغادي نتقى مع الاصدقاء غادي نبارطاجي معكم اللقطات بشويه بشويه ان شاء الله. برافو عليه الله يعطيه الصحه. صالح كيما تحدثوني عند صالح ايه هذاك السياره جايه قادمه من اليسار طارق صورني مع هذا الشاب عندي شنو اللهم بارك. سي براشد هنايا غندخلوا لواحد القصبه يمكن انا بحالي بحالكم دابا جانا يلا كنكتشف انا المهم اللي اكتشفت غادي نبارطاجيها معكم. تبارك الله هذا البني القديم نشوفوا التاريخ ديال هذه القصبة ان شاء الله. تبارك الله شحال ديال الاخوان. السلام عليكم. اللهم بارك. شجر الليمون تبارك الله الزنانات هادو كاملين زنانات ديال الليمون هنا. هاد البلاصه دايره بحال شكل قصر الملكي تبارك الله. اللهم بارك داكشي جميل. اللهم بارك. حاج زنانات هنايا راه واعره داكشي بحال شكل ديال القصور. هذا هو المكان ديال التوقف هنا سأسكت قليلا. هذا هو المكان اللي جينا نصوروا فيه. تبارك الله هنا راه واحد المكان ما يمكنش واعر بزاف. تنتلاقاو مع واحد السيد هو اللي غادي يحاول يشرح لينا التاريخ ديال البلاصه هادي باش نعطيكم معلومات صحيحه. حيت انا ما عنديش شي معلومه زعما اللي غادي نبارطاجي معكم هذا المكان حتى كنكتشف بحالي بحالكم. والناس دابا راه كتاخذ الصور صراحه راه كيف قلت لكم راه اكثر من 100 مشارك في هذا الملتقى هذا من جميع العمالات تقريبا المغربيه من طنجة حتى القويرة أكثرية المشاركين. عندو الناس ديال الفقيه بن صالح تمارة شي جميل. هذه هي القبة الحديدية هذه هي هنايا بحال شكل ديال المنارة. السلام عليكم. هاي واحد الزودياك هنايا بقاوش كيخدموها يمكن حيت مبقاش الفندق على حساب بعضهم. سلام داكشي هنايا جميل. السلام عليكم خير. اي الحوت الله يلا الحوت تبارك الله. ابو الشا واحد المقيله ديال الحوت اجي. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد المقيله اجي تبارك الله. لا تبارك الله داكشي
رائع 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 جدا. انواع خطيره ديال الحوش عندنا تبارك الله.